زميلة خديجة إحسان سألت وزير الخارجية الأمريكي وقالت بأن الإدارة الأمريكية أو الولايات المتحدة اعترفت بالوحدة الترابية للمملكة، ماذا بوسع الإدارة الأمريكية الديمقراطية أن تقوم به مستقبلا من أجل دعم المغرب في هذا الإطار؟ وزير الخارجية الأمريكي قال بأنه الإدارة الأمريكية ستواصل دعم المقترح المغربي من أجل حل هذا النزاع، ماذا يترجم هذا الموقف؟ نعم سي محمد، يجب الإشارة هنا إلى أن ما يمكن أن نسميهم بأعداء الوحدة الترابية المغربية سواء كانوا في الجزائر أو كانوا في بلدان أخرى مثل أوروبا كانوا يراهنون بزخم كبير على أن الإدارة الأمريكية بزعامة جو بايدن قد تتراجع عن الموقف الذي تبنته إدارة دونالد ترامب وقد أهدرت يعني أموال وقدرات كبيرة من أجل يعني عملية اللوبينج في واشنطن وعملية في الكونغرس لمحاولة تغيير هذا الموقف، لكن كل ذلك لم يفيد أي شيء، بل الإدارة الأمريكية بزعامة جو بايدن تؤكد على مغربية الصحراء عبر اعترافها بإمكان يعني الحكم الذاتي كحل وحيد لهذه الأزمة. الآن السؤال الذي يطرح بحدة ويعني يهم حاليا الأوساط المتتبعة لهذه الزيارة ولهذا التحرك الأمريكي في المنطقة، أنتوني بلينكن قال ما قاله في المغرب لقناة ميديا تي في وإذاعة البحر الأبيض المتوسط وللرأي العام المغربي. الآن السؤال، وهو سيتوجه قريبا إلى الجزائر وسيلتقي بالقيادة الجزائرية، ما هو الخطاب، ما هو المنطق الذي سيستعمله أنتوني بلينكن لمحاولة إقناع القيادة الجزائرية بأن هذه القضية لا حل لها إلا تحت السيادة المغربية؟ وهذا يعني هناك انتظارات كبيرة حول هذا الموضوع، لأن الإدارة الأمريكية تريد أن تضع حدا لهذا النزاع المفتعل الذي إذا استمر سيتسبب في يعني عدم استقرار أمني، في كابوس أمني، في الهجرة السرية، المجموعات الإرهابية والأمن في المنطقة. ولدى الإدارة الأمريكية حاليا مناسبة لحسم هذا النزاع على المستوى الجزائري بطريقة واضحة، لذلك نحن نتوق ونريد أن نعرف ما هي الوسائل وما هو المنطق وما هي أوراق الضغط بين قوسين التي سيستعملها أنتوني بلينكن كممثل لإدارة جو بايدن لدى القيادة الجزائرية لكي يقنعها للمجيء إلى طاولة المفاوضات للاعتراف بالحكم الذاتي ولمحاولة التوصل إلى حل سلمي في خدمة شعوب المنطقة، في خدمة دول المنطقة، وفي خدمة الأمن والاستقرار الإقليمي. هذه يعني مرحلة حساسة ومهمة جدا، وكان مهم جدا أن يؤكد من الرباط أنتوني بلينكن على هذه الوقائع، على هذه الحقائق وعلى هذه القناعات لكي تسمعها القيادة الجزائرية التي تستعد حاليا لاستقباله.